هنبدأ أخبارنا المحلية من عند النادي الأهلي، وتحديدا بقى من مسؤول النادي الأهلي اللي قرروا كده تعديل لرواتب الثنائي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم بعد ما شافوا اللعيبة قدم بشكل كبير جدا وتألقوا في الفترة اللي فاتت، كمان في عروض بقى جاية بأرقام مغرية للاثنين في الفترة الماضية، بالإضافة إلى وضع مكافآت ضخمة كمان، مش بس تعديل الرواتب، لا هيحط لهم مكافآت كبيرة حال تتويج الفريق ببطولات الفترة القادمة، كما تقرر زيادة عقد عبد المنعم كمان علشان نفس الكلام. في عروض كبيرة جدا جاية من الدوريات الخليجية، فلازم النادي الأهلي يزود عقد اللعيبة، وكمان اللعيبة بتأدي بشكل كبير وبتساعد الأهلي يحصد بطولات مش بس محلية لا كمان قارية. وعلى صعيد بقى الصفقات الجديدة اللي عايز يتعاقب معاها النادي الأهلي كتدعيم للفريق، فمسؤول النادي الأهلي قطعوا شوط كبير جدا في ملف الصفقات الجديدة في الموسم المقبل، وانتهت بقى لجنة التعاقدات في النادي الأهلي بالتنسيق طبعا مع شركة الكرة لاتفاق مع محمد رضا بوبو ومع محمود مرعي ثنائي فيوتشر، ومنح السويسري أكيد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الضوء الأخضر علشان يبدأ الأهلي يتحرك بشكل كبير جدا وينهي الاتفاق تماما مع اللعيبة عشان يضمهم مع الأهلي في الفترة المقبلة تحديدا من الموسم المقبل. حصل النادي الأهلي على توقيع محمد رضا بوب ومحمود مرعي على استمارة الرغبة في الانضمام إلى القلعة الحمراء بعدما أبدى فيوتشر مرونة كبيرة جدا في رحيل اللعيبة واستدخول كمان في صفقات تبادلية بين الناديين. من المقرر أن يحسم الأهلي الاتفاق مع فيوتشر خلال الأيام أو الساعات كمان اللي جاية في ظل رغبة فيوتشر في الاتفاق. كمان فيوتشر عايز زي ما قلت لك يعمل صفقة تبادلية مع اللعيبة، عايز ياخد بقى خدمات كريم نيدفيد ومصطفى البدري المعارين من النادي الأهلي لفيوتشر بشكل نهائي، كمان بالإضافة لحصول فيوتشر على مقابل مادي. كمان في تفكير في النادي الأهلي على التعاقب مع المغربي يحيى عطية الله اللاعب طبعا الوداد المغربي، بعدما لفت الأنظار مش بس لمارسيل كولر لا لكل عشاء كرة القدم. مدرب طبعا النادي الأهلي قال اللاعب ده مميز وبيفكر بشكل قوي جدا ان هو يضمه للنادي الأهلي. يحيى عطية الله صاحب 28 عام اللي بينتهي عقده مع الوداد في نهاية يونيو المقبل، وهناك أحاديث كبيرة جدا عن احتراف اللاعب في أوروبا تحديدا ريال بيتيس وأولمبيكوس اليوناني وبعض الفرق الفرنسية وفقا لبعض المصادر المغربية. اللاعب ووكيله عايزين لو هيجي النادي الأهلي ياخد نفس راتب علي معلول، هما كمان شايفين إن يحيى عطية الله قادر على العطاء لمدة أطول يعني مش أقل من 5 سنين قادمين، واللاعب من أبرز اللعيبة في المغرب ولاعب كمان مع المغرب في كأس العالم. هنشوف المفاوضات ممكن تروح لفين، وأكيد لو هيكون موجود النادي الأهلي فهو إضافة قوية جدا جدا. مسؤول النادي الأهلي بالتحديد لجنة التخطيط طلبت من المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الاعتماد على تحديدا برونو سافيو اللاعب البرازيلي في المباريات القادمة. طب أنهي مباريات قادمة في حال حسم بطولة الدوري مبكرا؟ قال ليه ما نديش فرصة للاعب في لقاءات جاية كتير، وده لحاجة مهمة جدا لتسويق اللاعب في الفترة اللي جاية خاصة في منطقة الخليج أو خارج الخليج. إن كولر بلغ الإدارة إن هو مش عايز اللاعب، هو مش عايز اللاعب يكون معاه في الفترة اللي جاية، لهم رغبتي إن اللاعب ما يكونش متواجد معاه في الفترة اللي جاية، خرج من حساباته بشكل كبير جدا مش مقتنع بيه. إدارة الأهلي قالت تمام ده وجهة نظر حضرتك، إحنا ما عندناش مشكلة، اللاعب هيخرج في نهاية الموسم، ولكن ساعدنا اللي إحنا نسوق اللاعب إن الأهلي يحسم بطولة الدوري بدري وتبدأ تديله وقت يشارك علشان يبقى سهل بالنسبة لنا نسوقه قبل فترة التعاقدات ما تنتهي.